هيدا عمود يا ديق راشينها قارسي سدح بقول وقيس وكن الدقمة بورتين لا ففاهين توركاسي وحمق على بورتين لنا قصة دري وريها هيجا محولين محمد كوشين سدح بقول وقيس وكم إذا دتك يا بارتو سامي سكون سكان دعانا دا قلبيار بهلي كلام هي دقمة بورتين لا يا ما أنت لوقة يبي راشين لو تلاقي أفرن تدك تواليسن ديق لا أفرن تدك تواليسن أيها كتيميد هيدا عمود فونديشن وحنا فرن لا يورك تكافل وحفيز كودي يهي دقمدة بورتين لها قبل كنوغال قار كمدة مسؤولين تاورك تكافل يهي دقمدة بورتين لها ياكا اللي ديقانا غرشنكا يقارسيين وحي نوماد عليين مسؤولين تاهي دعمود فونديش قد يميه ان هده وشاقي عبد الرحمن انا وحبا كدر ميه صوم بالة شوقا وقرحضنا واكلوش هاي هذه ياد بان وقمها دعلين ان هي دعمود فونديشن وأي نفولين الهوشة أن نفولين أن الله حفيز كتكافل فونديشن يدق ماذا بورتين له هذه أيضا نقوم هذا علينا إن تذكر واحد الله أن هاي هوشة كشر شقي وجوه رأي إمام شكيب إلى خير فرب الله هسي يا دمان أنت وحكلا قبل طيبة تولا دا قضبير يو بحلي اسكو جيران وحن سو غارسيناي 80 قيس راشن كود راشن غاز او كوبان بر يو بر يو سكر يو سليد يو تمر يو عبتان waxay ahaa raashinkaas aan soo gaarsiinay dadka xoolo ay dhaafeen oo ah dad tabaleysan raashinkaas oo ugu talagalnay inay ku afuraan dadka Soomaan oo aan awoodin inay waxay ku afuri lahaayeen waan u mahadcelinayaa hay'adda Cabud Foundation oo in badan waxa weeye abxiliga abaartana waa nimid hadda ka hormar ay tahay mar walba garab taagan dadka masaakiinta oo tabaleysan waxa ugu mahadcelinayaa Cabud Foundation oo ugu horeeyo madaxa sare ee Maxamuud Ciqaal Imaan Shakiib Ilaahay waxaan leeyahay ajir xasan ah idin ka siiyo waxaan joognaa maanta قدام يربان شوغنا وإلهي رحمة دي سأي كده هذا سيداد عرقتان با إلغي نوغو دنبي وان راشن كلاكينا وحي أهل أبار داد كإنده هو داد كدري مسي أبار تهيسا لكن ما أنت وحان شوغنا يدو إلهي أوني معيي وداد كي برواقي سيهين إلهي با مركا مهادا مركا هورا إسكالة مركا لباد ساكا وحانو كيني ديگان كقدام ير بحالي راشن أفور أه ديق داس وكتمت هيا دا عمود فونديشن deeqdaas waxaan ka bixinaynaa deegaano badan sida Jalam, Burtinle, Godobyar iyo Bahalay. Deeqdaas waxay isugu jirtaa sonkor iyo bur iyo cabitaan iyo saliid iyo timir. Ayaalaha afurka ugu muhiimsan weeye oo dadku ay u baahan yihiin xilliga afurka. Tirada dadka aan gaarsiinay waxay gaarayaan 300 qoys deegaanadaas. Waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ee reer Camood iyo kuwa kale oo deeqdan ba soo dhiibay. إلهي سبحانه وتعالى أجرينا هيدي كسياديو وحاط أفر السندات كي أباهنا وحاد يقدر أن أسود يبتندات كي مدى إن لو سود يبو وحان قصر واسي قارينا نقوم هاد عليو شاك شاكيب وإسو أرين تان حلوين إسكا ساري وودة داري دات خد يقدر أن يسو قاردو أنا قونا هدان أنه أروف تقافل فونديشن بورتين لحفيز كي سكويا لا وحان أمر لو بهيغان أنه ديار أنه هاي إن أنه دات كي سو قارسينا ديقدر أن لو كوديبي una soo gaarsiinay sidii u dhiib inala ku soo dhiibay waxa kale gudoomiyasha deegaanada Jalam Bahalay Godobyar ayaa iyaguna dhankooda ka maadaliyay deeqdaadii soo dhiibtay deeqka kooban 80 qoys deeqdaas oo ka kooban bur sonkor saliid timir iyo sharaab waxaanu leenahay waxa na soo gaarsiiseen xilligu ugu habooneed oo Ramadaan ah oo dadku jiidaal ay ka soo baxeen xoolaha wixii ka haray ay guran yihiin hay'adda Cabud Foundation waa maaha markii kaliya soo istaago goob ay wax ku qaybinayso aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aan raxiib anoo Cabdullaahi Shiraaho u hadlay Bahalay waxaan loo yimid cawimo ay ka timid Cabud Foundation waxaa noo keenay takaful foundation راشن کاش رو اسکو چرا بور سوکر تیبری سری و اون مهد حالی نه تو را دکتر بیار وحنا سوگاری دق ای به سهاد عمود فاندیشن و ای ودین عفیس که دبورتن تکافل فاندیشن دق از اسکو چنده سوکر بور تیمر عبیتان یا تیمر وحنا سوگار سیدات قیس و به هل یا دکتر بیار عاد اون مهسین مولين محمد كوشن ورباهنتا SBC دقمدة بورتلة